جزائرية مختصة في الصيدلة الكيميائية من اكتشاف علاج لحالات الحروق العميقة من الدرجة الثالثة يزيل أثارها نهائيا دون اللجوء إلى عمليات جراحية تستأصل الجلد. المرهم المثبت علميا يعالج الحروق الجديدة وحتى القديمة ويعطي نتيجته في ظرف شهر واحد. نتابع. محمد أصيب بحروق شديدة من الدرجة الثالثة العميقة بسبب انفجار قارورة غاز عليها، ولكنه شفي منها وزالت آثار الحروق تماما بفضل هذا المرهم الذي يتوغل في الطبقة الجلدية الميتة ليعيد ترميمها وينتج بصيلات شعرية جديدة. فعادة ما تلتئم الحروق إلا بعملية جراحية تستأصل الجلد من أماكن في الجسم غير محروقة، ولكن تترك آثارها مدى الحياة. يحتوي هذا المرهم على حبيبات صلبة، هذه الحبيبات تقوم بتقشير البشرة أو كما نسميه بالإنجليزية البيلينج. احنا نستعملوه في الحروق القديمة لإعادة ترميم البشرة. جميع طبقات الجلد في هذه الحالة احترقت بما فيها الأعصاب والعضلات والأنسجة الداخلية. لا يشعر المصاب بأي ألم في منطقة الحروق من الدرجة الثالثة لأن النهاية العصبية توقفت عن تأدية وظيفتها. هنا يساعد المرهم على تقوية البلازما في منطقة الحروق وإعادة التوازن للكهرليات إثر نقص الصوديوم في الدم وتنظيم كريات الدم الحمراء من جديد. يتغلغل عبر الجلد ويحفز الخلايا الجلدية لتكون مرة أخرى، لأن الطبقة الجلدية المحروقة تكون طبقات ميتة ما فيهاش دورة دموية. يحتوي العلاج على مادة معينة اسمها مادة السابونوسيدا، وهي مادة معقمة مجففة ومضغوطة بطريقة طبية تمتص السوائل من الجسم وتؤدي إلى التمدد من أجل تكوين ضغط في الطبقة السفلى من الجلد لتوليد ما يسمى بانقسام الخلايا. وانقسام الخلايا ينتج عنه تمدد في الجلد، كما أنه يفتح قنوات جريبات الشعر في جزئها الأعلى بصنع إفراز دهني يختلف في تركيبه الكيميائي عن دهون الجسم، وينساب من قناة الغدة إلى سطح الجلد ليغطيه ويحميها ليصبح سليما. رفيق بخوشة، NBC الجزائر. غداً